بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يبين الشارح رحمه الله تعالى وجوه تسمية علم الكلام بعلم الكلام. وقال أولا وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. ثم قال ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام. هكذا سموا، لماذا؟ لأن عنوان مباعثه كان قولهم الكلام كلام في كذا وكذا، ويذكر أسباب متعدد سبب هذا. يعني كان عنوان مباحثه، يعني مباحث علم الكلام، ماذا كان قولهم؟ الكلام في كذا وكذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا، كما يقال مسألة كذا أو باب في كذا أو فصل في كذا أو خاتمة في كذا. كذلك كان هناك عنوان المباحث، ماذا كان؟ الكلام في كذا، مثلا الكلام في توحيد الله تعالى، أو الكلام في صفاته الإيجابية، أو الكلام في صفاته السلبية، أو هكذا. يعني الكلام في النبوة، الكلام في العصمة، وهكذا كان. فإذا يكون المعنى لعلم الكلام بناء على هذا الوجه للتسمية. علم الكلام معناه علم عنوان مباحثه الكلام في كذا، الكلام في كذا، هذا معنى علم الكلام. علم عنوان مباحثه الكلام في كذا، الكلام في كذا. ثم يذكر سببا ثانيا، ولأن مسألة الكلام كان أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. هكذا وجه التسمية الثاني. مسألة علم الكلام، مسألة الكلام يعني مسألة كلام الله تعالى. كلام الله تعالى صفة قديمة نزلية قائمة بذاته تعالى، هذا هو عقيدة أهل السنة. فإذا كان هناك بعض فرق البدعة كما سيأتي رأيهم والرد عليه. قالوا بعض قال أن كلام الله تعالى حادث، وبعض قال يعني بالتعطيل صفة الكلام. هكذا كان يعني اختلافات. فإذا كان مسألة الكلام أشهر مباحث علم الكلام وأكثرها نزاعا جدالا، أشهر مباحثه ثم أكثرها نزاع. ثم هذه الغاية، حتى إن بعض المتغلبة، هذه غاية لأكثرية النزاع فيها في مسألة الكلام، حتى أدى هذا الجدال والنزاع إلى أين؟ إلى قتل كثير من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. هذا هو جدال. الجدال ليس مشروع ولا ممدوحا، بل هو مذموم. أما الخلاف هو يعني لو كان الخلاف الاختلاف ممدوحا ومسوغا وموزونا في الشرع يعبر عنه بالخلاف، اختلاف الآراء. أما هذا جدال يعني هو مذموم. فهؤلاء كانوا مجادلين مع أهل الحق، يعني هذا المعتزلة هم الذين قالوا بخلق القرآن. ثم فإذا هم متغلبة، يعني لهم غلبة وقوة مادية. هم ماذا فعلوا؟ قتلوا كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. هذا قتلهم وصنيعهم فيه دليل على ضلالتهم. يعني هذا أهل القبلة، دمهم يعني معصوم، مالهم معصوم، هكذا جميع فرق أهل القبلة هكذا. فإذا هم هؤلاء أباحوا دم المسلمين وقتلوا كثيرا منهم. نعم، هذا دليل ضلالته. فإذا بناء على هذا التوجيه ماذا يكون معنى علم الكلام؟ علم الكلام معناه علم أشهر مباحثه مسألة الكلام، علم أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا مسألة علم الكلام. نعم. ثم ثالثا يذكر، ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة. نعم. ثم وجه التسمية ذلك، لأنه يعني لأن علم الكلام يورث قدرة على الكلام. الكلام يعني التكلم والتحدث، يعني إثبات المسائل ودلائلها، تحقيق هذه الدلائل وتدقيقها، هذا الذي أراد بالكلام. فإذا من اشتغل بعلم الكلام يورث قدرة على الكلام في أي شيء؟ في تحقيق الشرعيات، في تحقيق مسائل العلوم الشرعيات،
ثم وتدقيق دلائلها هكذا. وإلزام الخصوم أيضا يكون له قدرة على إلزام الخصوم. نعم. وذلك كالمنطق للفلسفة كما قلت سابقا. هذا علم الكلام بالنسبة إلى سائر العلوم الشرعية كعلم المنطق للفلسفة. نعم. فإذا معنى علم الكلام بناء على هذا التوجيه علم الكلام يعني علم يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم. علم يورث قدرة على الكلام. نعم في كذا في هذا. ثم رابعا يقول ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا لأنه أول ما يجب من العلوم يعني هذا علم الكلام يجب أول ما يجب من العلوم. لماذا؟ هذا أول ما يجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا معرفة الله سبحانه وتعالى يورثها هذا العلم. فكذلك هذا هو يعني علم يبحث به عن عقائد المسلم والعقائد هي الأصل والمقدم على سائر العلوم. هكذا ينبغي أن يشتغل بهذا العلم أولا قبل سائر العلوم. نعم. لأجل ذلك لأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام. هذه هي العلوم يعني ليست تدريبات. التدريبات لا تعلم يعني بالكلام إلا قواعدها. نعم. فإذا هذا علوم تتعلم وتعلم بالكلام فأطلق عليه على ما عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به. أطلق عليه معناه أطلق على ما يجب على أول ما يجب من العلوم ثم لم يطلق على الآخر يعني سائر العلوم أيضا ماذا يعلم بالكلام. فإذا علم يعلم ويتعلم بالكلام هذا معناه. إذا لو كان هكذا فليس علي علم الكلام خصوصية بل سائر العلوم أيضا تعلم وتتعلم بالكلام. فإذا كيف الفرق؟ هذا الذي يقول ولم يطلق على غيره خص به هذا الاسم خص بعلم الكلام ولم يطلق على غيره علم الكلام. لماذا؟ تمييزا. كيف هذا التمييز؟ تمييزا بين أول ما يجب من العلوم وغيره هكذا خص به. نعم. فإذا معنى علم الكلام بناء على هذا التوجيه علم هو أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم. ثم يذكر مناسبة أخرى ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. إنما يتحقق يعني هذا العلم علم الكلام يتحقق مسائله تتحقق بالمباحثة. مباحثة يعني مذاكرة في المسائل بين اثنين على الأقل. هذا يشرحه بقوله وإدارة الكلام بين الجانبين هذا معنى المباحثة هو المذاكرة. وغيره يعني غير علم الكلام قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. أما هذا يحتاج إلى كلام وإدارته بين الجانبين لأجل ذلك سمي علم الكلام. إذن بناء على هذا معنى علم الكلام علم يتحقق أو تتحقق مسائله بإدارة الكلام من الجانبين والمباحثة بين اثنين هذا معنى علم الكلام. وهناك قصة بالنسبة إلى هذه المناسبة يتوارثه الأساتذة. هم يقولون أن قصة بعض كبار المعتزلة كان لم يجد أحدا من تلاميذه يعني يلقي عليه آراءه الاعتزالية. فإذا هو ذهب إلى شات في بيته وهذا الشات يعني لو قام أمامه أحد ثم يتحدث إذن هو يحرك رأسه. فإذا هذا الرجل المعتزلي يلقي
إلى شعبته هذه مسائل الاعتزالية ثم يحققها ويدققها. هكذا يقال. ثم مناسبة أخرى، ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. أكثر العلوم خلافا ونزاعا، في هذه المسائل كثير من الخلاف والنزاع، لذلك يشتد افتقار علم الكلام إلى الكلام مع المخالفين. علم الكلام يحتاج إلى الكلام والتحدث والتكلم مع المخالفين والرد عليهم بخلاف سائر العلوم. في سائر العلوم أيضا هكذا حاجة وافتقار، لكن ليس مثل افتقار علم الكلام إلى الكلام. بناء على هذا معناه علم يشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. ثم توجيه آخر، ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام، يعني لقوة أدلة علم الكلام. هذا علم الكلام. علم العقيدة، في العقيدة لا يقبل إلا الأدلة القطعية، يعني هكذا يحتاج إلى أدلة قطعية، إما نص أو إجماع أو يعني دليل عقلي وهكذا. فإذا لقوة دليل مسائل علم الكلام ماذا صار كأنه هو الكلام دون ما عدا، كما يقال الهج عرفة، كذلك هذا علم الكلام هو كلام، أما غيره كأنه ليس بكلام، معناه ليس أدلة سائر العلوم مثل أدلة مسائل علم الكلام في القوة والثبات والإحكام، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام لو كان أقوى. فإذا بناء عليه معناه علم الكلام معناه علم هو الكلام، علم هو الكلام قوة. نعم. ثم ولأنه لبتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، فسمي بالكلام المشتق من الكلم. نعم. ثم ذكر مناسبة أخرى، ولأنه لبتنائه، يعني هذا مبني على الأدلة القطعية كما ذكرت، المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. فإذا أراد بالأدلة القطعية الأدلة العقلية، هي التي تؤيد أو يؤيد أكثرها بالأدلة السمعية، لأجل ذلك أشد العلوم، لأنه أشد العلوم تأثيرا، هذا خبر أن، لأنه أشد العلوم تأثيرا في القلب. لماذا؟ لبتنائه على الأدلة القطعية. فإذا علة هنا متقدمة. ثم تأثيرا، هذا أشد العلوم يؤثر أشد وأكثر في القلب، وتغلغلا فيه، تغلغل يعني الغوص في جوانب القلب حتى يثبت ويحكم. ثم فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح. نعم. فإذا والذي سبق يعني مشتق من الكلام، هذا ليس مشتقا من الكلام بل هو مشتق من مشتق الكلام، الكلام هو مشتق من الكلم، من الكلم كذلك هذا مشتق من المشتق منه للكلام. نعم. وهو الجرح. فإذا كان هذا العلم يجرح القلب ويؤثر فيه ويتغلغل فيه بعد الجرح. نعم. يجرحه ويكلمه هكذا. إذن علم هو أشد تأثيرا في القلب، هذا معناه بناء على هذه المناسبة. نعم. هكذا ذكر كثير من المناسبات، وهذه المناسبات كلها موجودة في علم الكلام، لذلك سمي علم الكلام بعلم الكلام بمجموع هذه المناسبات. نعم. كلها موجودة، لا ينافي أحد مع آخر. نعم. ثم وهذا هو قدم كلام القدماء، يعني أولا ذكر يعني تدوين علم الكلام وباعثه،
ثم بعد ذلك ذكر ماذا هي مباحث علم الكلام. نعم، لكن هناك بعد ذلك اتجهت الاختلافات في علم الكلام إلى جهة جديدة، لأجل ذلك تغير يعني أسلوب علم الكلام ومناهجه ومسائله فيه وجاء تغير. نعم، لأجل ذلك ذكر متمهيدا لبيان هذا التغير هذا هو كلام القدماء. إذن يكون هناك علم الكلام للمتأخرين وهذا سيأتي. نعم، كلام القدماء يعني المسمى بالكلام بهذه الوجوه هو كلام القدماء. نعم، المسمى بالكلام بهذه الوجوه هو كلام القدماء، هذا معنى خيالي ذكر يعني شرح آخر، أي ما يفيد معرفة العقائد من غير خالة الفلسفيات هو يعني كلام السلفي. والتسمية بالكلام لما وقعت منهم ذكر وجه التسمية عقيب ذكر كلامهم. ثم ومعلم خلافياته ومعلم خلافيات كلام القدماء علم الكلام عند القدماء من الفرق الإسلامية. ذكرنا يعني وجه التسمية ماذا كان يعني كثرة الاختلافات، فكذلك البغي على أئمة الدين، كذلك حدوث الفتن يعني البدع، وبسبب هذا يعني دبنا هذا العلم. هكذا كثير من العلوم دبنا، هذا علم مصطلح الحديث دبنا لأجل حفظ الأحاديث. إذن ذكر مثلا الإمام حاكم رحمه الله وغيره ذكروا نفس هذا السبب، وأشار إليه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه. نعم، فإذن وهنا هكذا يعني تدوين علم الفقه، تدوين أصول الفقه، تدوين علم الكلام كلها بسبب اختلاف هؤلاء الفرق الإسلامية. فإذن معظم خلافياته من الفرق الإسلامية، هذا من الفرق الإسلامية خبر، هناك نسخة مع الفرق الإسلامية كلاهما صحيح. ثم خصوصا من كان في ذلك الزمان من الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة، معظم خلافياته من المعتزلة لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في باب العقائد. لماذا كان معظم خلافياته مع المعتزلة خصوصا؟ لأن المعتزلة أول فرقة، ليس أول فرقة المبتدئة. لماذا؟ أول فرقة المبتدئة الخوارج، ثم القدرية هكذا موجود، والشيعة أيضا هم من الأوائل، أما المعتزلة ليس من الأوائل على الإطلاق، بل هم يعني أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف، يعني هم أسسوا القواعد. أنا أشرت إلى هذا التأسيس، يعني هم الذين يعني نظروا في علم المنطق ثم بعد ذلك أسسوا قواعد الخلاف وأسوا يعني دونوا علم الكلام. نعم، يعني كانوا يتوسلون بقواعد المنطق لإثبات يعني عقائدهم ودعاويهم الضالة الفاسدة، وهذا الذي كان علم بعلم الكلام أولا. لكن هذا الذي يعني بين التفتازاني رحمه الله لم يرد به ذلك، بل هو أراد به هذا علم الكلام لأهل السنة. نعم، هذا كان علم الكلام لقدماء أهل السنة. نعم، يعني قبل ذلك كان عند المعتزلة هكذا تأسيس قواعد الخلاف، فهذه كانت مبنية على علم المنطق هم نظروا فيه ثم أسسوا قواعد الخلاف. الخلاف مع أي شيء؟
قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة الخلاف لأي شيء هم أسسوا قواعد الخلاف والخلاف لأي شيء والخلاف لما ورد به ظاهر السنة يعني هم خالفوا ظاهر السنة ثم بعد ذلك أسسوا قواعد لهذا الخلاف كذلك خالفوا لما جرى عليه جماعة الصحابة رضي الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين إذن لما ورد اللام متعلقة بالخلاف إذن أسسوا قواعد الخلاف الخلاف لما ورد به ظاهر السنة الخلاف لما جرى عليه جماعة الصحابة في أي شيء في باب العقائد يعني في باب العقائد ماذا ورد به ظاهر السنة وماذا عليه جرى جماعة الصحابة هم خالفوه معتزلة خالفوه ثم أسسوا قواعد لهذا الخلاف نعم هم أول في هذا تأسيس القواعد أما التبدع يعني سبقهم كما علم من التاريخ نعم إذن ما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة هذا معنى أهل السنة والجماعة أهل السنة يعني أهل ما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة في باب العقيدة في باب العقائد فإذن هؤلاء خالفوا ثم بعد ذلك يبين يعني خلفية الاختلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة وهذا الذي يذكر بعده يعني وذلك لأن رئيسهم ثم هذا هو كلام القدماء هكذا ذكره ما معنى هذا هو كلام القدماء هذا كستلي بينا وذكر فيكون المذكور في كتبهم يكون المذكور في كتبهم يعني في كتب القدماء ماذا يكون المذكور في كتبهم هو العقائد الدينية يعني ماذا ينبغي أن يعتقد في ذات الله تعالى وفي صفاته وفي توحيده وكذلك في حقوق ماذا يعتقد في شأن الملائكة والكتب والأنبياء هذا الذي يبين يعني العقائد الدينية وما يتوقف بيانها عليه من غير تعرض لأزيد من ذلك لا يكون فيه تعرض لأزيد من ذلك بل يعني يبين هذه العقائد الدينية فإذن معظم خلافياته يعني من المعتزلة كثيرا ماذا هم فعلوا هم نفوا يعني الصفات القديمة كما سيأتي